بجدد الترحيب بحضراتكم اعزائي المشاهدين. ما زلنا بنتابع الخيمه، خيمه مصر الزراعيه، وربنا ما يقطع لنا عاده، وباذن الله دايما تكون شاشه مصر الزراعيه هي اللي بتجمعنا في رمضان على كل ما يرضي الله وكل ما ينفع وكل ما هو راقي، زي ما اتعودتم معانا دايما، ويعني بنتحلى باعلى درجات المهنيه، بنحاول دايما نقدم مضمون محترم. يعني من فضل ربنا علينا ان هذه القناه تابعه لوزاره الزراعه، وبالتالي احنا مركزين قوي ان احنا نقدم يعني مفاهيم كويسه، مضمون كويس، لا عندنا يعني اي حسابات لها علاقه بالاعلانات، يعني مفيش اي حاجه بتتحكم في المحتوى بتاعنا غير ان احنا نقدم محتوى هادف وراقي جدا يليق بمشاهدي قناه مصر الزراعيه. احنا صوت الفلاح، وزي ما اتعودتوا معانا دايما فلاحين مصر من اول، يعني الفلاحين اللي في اسكندريه لحد اللي في اسوان، دايما في عينينا ودايما مصر الزراعيه صوت الفلاح. خلونا بقى نروح مع صديقنا الفلاح اللي احنا اصلا بنتشرف ان احنا نكون صوته في الاقصر او الاقصر، وده الاسم الادق والاصح، الاقصر مش الاقصر، الاقصر يعني جمع قصر نسبة إلى القصور والمعابد والتحف اللي فيها. اللي ما يعرفش الأقصر، الأقصر فيها أو الأقصر فيها خمس اثار العالم، مصر على بعضها فيها تلت اثار العالم، الاقصر لوحدها فيها خمس اثار العالم. قد ايه هناك في تراث، وقد ايه هناك في تاريخ، مش بس فرعوني، في تاريخ اسلامي كمان، وفي تاريخ مصري جدا، وفي حاجات جميله جدا خلونا نتعرف عليها من خلال ضيوفنا الكرام. الحاج ابو اللوز منورنا، اهلا وسهلا. منورك، اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك، منورنا. كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك طيب، وعلى القناه طول اللون طيبين. والشيخ حماده المطعني من محافظات الاقصر، برحب بيك. مرحب بيك، اهلا وسهلا، كل سنه وحضرتك طيب. انا سعيد جدا بوجودكم معايا، كل سنه وحضرتكم طيبين. طيب، واللي لفت نظري يا شيخ حماده اسم المطعني، لان سالتك حتى لان في الاعلامي الكبير واستاذنا كلنا واستاذي انا شخصيا الاستاذ سعد المطعني، الاستاذ سعد المطعني طبعا في اذاعه القران الكريم، اللي بيسمع اذاعه القران الكريم في مصر أكيد كلها اكيد يعني لنا. الاسم ده عدى عليكم، فهو من عندكم من الاقصر برضه. ده ابن عمنا وشرف لينا، وانت اكتر، لا شرف لينا اكتر وبزياده. الله يخليك، ابن عمكم. اه يا باشا، والله يعني هو من الاقصر برضه. من الاقصر، من المطعنه. شفتوا بقى الاقصر بتطلع حاجات حلوه ازاي؟ الاقصر بلدنا، بلد سواحل. والله المطعنه مليانه يا باشا كتير. دكتور عبد العظيم المطعني برضه من الاقصر. والله ما شاء الله. هي الاقصر بلدنا، بلد سواحل فيها الاجانب تتفسح، وكل عام وقت المروح بتبقى مش عايزه تروح. واكيد لو رحنا الاقصر في رمضان مش هنبقى عايزين نروح. شرفنا في وقت يا باشا واحنا. الله يخليك يا رب. انا عايز يعني تاخدني انت كده في رحله دلوقتي وجوله للاقصر، وتورينا الاقصر في رمضان اخبارها ايه؟ زي القاهره كده ولا زي اسكندريه ولا زي فين؟ الاقصر يا باشا واهلها وكلها بيتشرفوا بيك اولا حضرتك. الله يخليك، متشرفين بيك. حاليا رمضان عندنا بنبتدي بيه من اول، وكل عام وانتم بخير. بنبتدي بالصوم، وبعد كده بصلاة المغرب، ونبتدي بصلاة التراويح والسهرات الليلية والدينية، والشباب والبشايخ والعمد، وكلنا على أهل طيبة وأهل موقع واحد. وبنبتدي بالروحانيات الرمضانية، نجتمع في الخيمة الرمضانية كلنا على إيد قلب واحد يعني. والأقصر دي يعني من بلد السياحة وبلد الزراعة وبلد النيل طبعا، بلد القصب دي وبلد القصب والسكر، بلد السكر كله، بلد السكر نفسه يا حضرتك. صحيح. والروحانات الرمضانيه فيها عامه من زمان، من ايام جدودنا يعني. وهي اكيد الروحانيات الرمضانيه بتبقى في قلب الاقصر وفي القاهره. احنا لسه كنا بنتكلم في المقدمه كده، وقلنا حتى ان الروحانيات ديت او النكهه المصريه او الطعم المصري يمكن ابتدى يختلف عن زمان، بس هل الاقصر من المحافظات، يا شيخ حماده بقى انت تقول لي، هل الاقصر من المحافظات اللي حافظت على التراث ده، على الجو بتاع زمان، ولا ابتدت برضه تتفرنك كده وابتدت الاثار بتاعت زمان دي، الزينه والقران والتجمعات وصلاه التراويح، ابتدت تقل شويه عن الاول؟ هي في وفي. يعني هو برضو التكنولوجيا والتقدم والحضاره والفيس والنت برضو دخل عندنا يعني. مش لازم طبعا نساير العصر. لكن برضو موجوده ايه؟ يعني الاثار موجوده. يعني بسم الله ما شاء الله، طبعا الائمه والمشايخ طبعا عندنا في الصعيد يعني بيعتبر هذا الشهر يعني موسم ليهم. بيشتغلوا ليل نهار. يعني بيصلوا الخمس اوقات في المسجد كويس، دي صلاه القيام، صلاه التهجد، والمساجد ممتلئه في الخمس صلوات، ممتلئه مش زي عندنا يعني. لا لا لا، احنا عندنا بتتملي شويه يمكن في التراويح. لا يا باشا، احنا بتبقى الناس بره المسجد في الشارع كمان. اللهم صل على النبي. بيبقى زي موسم طاعه وعباده. يعني كصدق القائل حينما قال اتى رمضان مزرعه العباد. الله الله. لتطهير النفوس من الفساد. صحيح. فادي حقوقه قولا وفعلا، وزادك فاتخذه للمعاد، من زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. أكيد روحانيات
تعاون، محبة، ألفة بين الأسر. طبعا الأسر احنا عندنا القرى المطعنة هم كلهم أبناء عم، إن لم تكن بالنسب بالعصب فهي بالنسب. تمام، يعني اذا ما كانش من نفس السلسال يبقى متجوز من في يعني كله في تعاون وفي محبه. كويس. يعني ممكن يكون في غير شهر رمضان يعني شويه ممكن المشاغل، لكن في شهر رمضان بتستغلوا الناس في الزيارات في التعاون. يعني حتى في المزارعين عندنا في الارض، احنا عندنا اسمه مزارع بس مش فلاح، لا اسمه مزارع. اسمه مزارع. تمام. اسمه مزارع. لما يكون في رمضان طبعا لما بيصلي الفجر ويطلع على ايه الارض بتاعته، لو الزرع بتاعه او بيعزل الارض او بيجني اقدامات او ما بزك، لو حس جيرانه ان هو ايه يعني اتاخر شويه الموضوع شغل، لا بيتلموا حواليه ويساعدوه عشان يخلص بدري، عشان قبل طبعا الشمس بتبقى حر جامده عندنا، عايزين يخلص بدري عشان يروح طبعا يستريح. بتبقى فيه روح تعاون، نقول له لا انت روح او استريح انت في الضله واحنا هنخلصه لك. لا والله. الله. يعني تعاون. الكلام ده موجود في 2019؟ موجود في 2019. متاكد؟ اكيد. انا كده رايح. لا عندنا حاجه اسمها الواجب. الله. الواجب ده ممكن يسيب اي حاجه في سبيل ان هو يؤدي الواجب اللي عليه. يعني حتى لو في عزاء، لا تلاقي القريه كلها ده واجب طبعا. لا يختلف عن هنا، احنا العزاء عندنا ساعتين ثلاثه في اليوم. هناك دلوقتي يعني الاول كان 7 ايام، دلوقتي هو خلوه ثلاثه. بس ثلاثه من 8 الصبح ل 11 بالليل، باكله وشرب وضيوفه واللي جاي من الغرب والحيبات من البلاد الثانيه ويستقبلوهم يعني بيبقى زي ايه عرس يعني، بجانب ان هو الناس بتشوف واجب. واجب. وخصوصا طبعا الاكل، لما بتيجي طبعا ناس غريبه من القرى المجاوره وبعيده لازم يبقى واجب الطعام، لازم ياكل. اي كلام ده؟ الناس تقعد تاكل، لازم ياكل. طب خلينا نسال كده الحاجه بلوس كده، يقول لنا بتاكلوا ايه بقى؟ احنا يعني ايه بقى في رمضان بقى يعني المميز عندكم؟ المميز يا باشا عندنا الافطار رمضان زي كل سنه. احنا يعني احنا نعرف في الاقصر دي واسوان ملوك التمر والبلح، دول التمر يعني التمر والكركديه وعصير المانجا وعصير السوداني والحاجات دي. كل ده موجود عندنا في رمضان. ايه اللي موجود بقى على المائده بتاعت الاسره اللي في الاقصر؟ يعني ايه بقى الاصناف المختلفه شويه عن القاهره واسكندريه؟ بيبقى عندنا التمر، العيش الشمسي. العيش الشمسي ده ما عندناش. العيش الشمسي ده اكيد ده ما وصلش هنا لسه. بيبقى التمر والعيش الشمسي واللحوم والرز، واهم حاجه طبق الشوربه يا باشا. طبق الشوربه. لازم يكون. طب يعني لكم حاجات مميزه لكم روحانيه رمضان، روحانيه مع الاسره، حاجه جميله جدا. يعني كل مغترب من اهل الصعيد بيتشرف ان هو بقى في اول رمضان لازم يكون وسط اهله وبيته واهل عياله، ان يحس بروحانيه رمضان ويكمل صله الرحم بينه وما بين اي حد او خصومات او اي شيء، بيكمل صله الرحم في شهر رمضان. طب وايه اخبار الجبنه؟ الجبل؟ الجبل يا باشا قاعد زي ما هو. والله الجبنه. احنا الجمل القهوه يعني. القهوه الجبنه يا باشا. ايوه الجبنه. الجبنه دي موجوده. ميعادها امتى بقى؟ دي بتبقى من بعد صلاه التراويح والسهرات الرمضانيه يا باشا. من بعد صلاه الجبنه دي اللي هي كانت القهوه زي القهوه كده. زي القهوه كده، مشروب كده منبه يعني يصحصحنا كده نكمل السهره، صح؟ نكمل السهره حتى مطلع الشمس، نصلي الفجر وتبقى كل الشباب مع بعضيها وكل المشايخ. طب ونصلي الفجر بقى وننام ونصحى امتى؟ سؤال مهم. لا هو ما بينامش. ما بينامش. بعد الفجر بيطلع الارض بتاعته على طول. امال بينام امتى؟ يجي على الساعه 10 كده، يعني الشمس تبدا تحر، يجي من الارض بتاعته، بيجي في البيت طبعا ايه في الضله وبينام. اسمها عندنا يعني القيلولة. هو من الفجر يفضل يشتغل لحد الساعه 10 الصبح. ومن 10 الصبح يروح ينام. ينام بقى معاه بعد ايه للعصر، يصحى وقت القيلوله ده. القيلوله. كويس. المميز في الاكل عندنا في المطاعم بصفه خاصه هي اسمها الشعريه الفلاح، بتتعمل يدويا، دي بيعملوها باللبن، دي بتحس الصائم يعني لو اكلها في السحور بتحس فيه طراوه كده. اوكي. دي مش الشعريه الفلاحي باللبن. الشعريه الفلاحي انتوا بتعملوها في البيت مش الشعريه بتاعتنا يدوي. زي الكنافه بتاعت الرش، بس هي بتتعمل على الساج في البيت وبتبقى معموله يعني باللبن والسكر، بتبقى حاجه يعني ايه دي الستات الكبيره بتعملها الكبيرة برضو من ايام جدودنا يعني. البنات برضو طالعه بيشوفوا طبعا البرامج، يجيبوا اكلات على النت وبيعملوا ولا ايه؟ لا بيعملوا اساتذه يعني ولا خلاص الحاجات دي بتنقرض دلوقتي؟ طالبات جمعيات، وفي طالبات يعني متخصصه برضو في الطهي واخده كليات. اصل الواحد بيزعل جدا حضرتك عارف لما تراث البلد بيروح، يعني في بعض الاكلات وبعض الحاجات اللي بتبتدي تنقرض، وانا ده شيء بيضايقني جدا. يعني
يمكن يعني نلتمس العذر لاختفاء بعض الاصناف اللي ممكن يكون سعرها عالي شويه، اليميش برضو الاراسيا والمشمشيه والمكسرات والحاجات دي، يعني ابتدى سعرها يغلى بقى مبالغ فيه جدا، فابتدينا نقلل الكميات، ففي حاجات ابتدت تختفي، انما في حاجات ما ينفعش تختفي. طبعا في ستات برضو مهما كان دلوقتي يعني كبيره في السن لازم تتعمل الحاجه دي قبل رمضان، يبداوا من بعد 15 شعبان يبداوا يقول لك نعمل ايه؟ حاجة رمضان يعني الشعرية دي بقى بتتعمل قبل رمضان. ولو بعد كده بيوزعوا، يعني بتعمل ما بتعملش على قدها البيت بس، تمام بتعمل حساب الجيران والقرايب، ودوا بنت اختك كذا، ودي خالتك، ودي جار، حتى لو كان الجار مسيحي بياخد وبياكل. لا طبعا يعني لان عندنا على فكرة الوحدة الوطنية يعني اكتر من القاهرة، طبعا جيران ومحبة ومودة جامدة جدا. يعني غير الفكره المتوقعه على طول، احنا عارفين اصلا اعادي المسيحيين هياكلوا ايه امتى، بنهجم على طول، وهم عارفين مواعيد الكحك والحاجات دي بيخشوا علينا، يعني الكلام ده مفروغ منه. لا طبعا كلام مسيحي متواصل بيننا ما بينهم، يعني ما فيش خالص كل حاجه. لا لا طبعا في الاعياد وفي المواسم وفي اي حاجه يبقى نبقى متصلين بصله رحم كامله طبعا، احنا والاخوه الاقباط كلهم يعني اكيد ما فيهاش كلام. طب انا عايز ارجع لك تاني بقى، ويعني دلوقتي الشيخ حماده كان بيكلمنا بقى عن الايه الشعريه اللي هي بقى باللبن والسكر ديت، ولا بالحليب والسكر ديت، صح كده اللي بيعملوها في الناس قبل رمضان. عايزين نعرف بقى منك كمان بقيه اليوم، يعني ميعاد الشعريه دي في السحور زي ما هو قال، تمام، فطاركم شكله ايه؟ فطار ايه الحاجات اللي لازم تبقى موجوده في الفطار بعيدا عن الاصناف الاساسيه؟ يعني البعيد من الاصناف الاساسيه اهم حاجه السلطه، الخضروات اللي هي بيجيبها الفلاح من الارض اللي هو المزارع، تمام، من الخس والكزبره والطماطم اهم حاجه، طبق السلطه اللي بيجيبه الفلاح من الارض اللي هو بيزرعه بيوديه لبيته واهل بيته وبيورده للناس بعد كده ان هي تبيعه. بعد كده عندنا الكنافه، سلطتكم فيها كزبره، فيها الكزبره والبصل، مع سلطتنا ما فيهاش كزبره. لا 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 احنا السلطه فيها شبت ممكن بقدونس، لان الكزبره لا لا احنا السلطه بيبقى طبق السلطه صعيدي، يعني هو بتاع الصعيد. ايوه من الطماطم والبصل وكزبره وكل حاجه بتبقى التشكيله، طماطم وبصل وكزبره. عرفتوا سلطه الاقصر ايه؟ طماطم وبصل وكزبره، بتبقى ما بتتغيرش يا باشا. على طول دي دي ثابته من زمان يعني. كويس. وايه تاني؟ وتبقى الكنافه البلدي زائد، يعني هو الشعريه في السحور والكنافه على الفطار او بعد الفطار على طول بيحلي بيها. الكنافه البلدي دي اللي هي اللي هي بترش على الساج، اللي هي بتتعمل على الساج، مش بتاعه المكنه الرفيعه دي. لا 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 اللي هي بترش على الساج، اللي بترش على الساج. في من اهل القريه ومن اهل البلد بتعملها في البيت، وفي بتبقى مع في ناس بتبقى عاملاها بره وبنشتريها. كويس. بتبقى على يعني على انواع. وبتبقى الفطار بتاعنا زي ما انا قلت لك برضو العيش دي محشيه ولا ساده؟ لا ساده يا باشا، دي بتترش ساده، بيتحط عليها السمنه بس وتروح عليها البيت كده. وترش عليها شويه الزبيب والسمنه البلدي. ايوه. وتخش الفرن يا باشا وتطلع الكنافه البلدي اللي هي الكنافه الصعيدي بمعنى الاصح. طب حلو قوي. ها في حاجه تاني؟ لا إيه؟ في حاجه تاني هي احنا اكتر ناس مشهورين بيها برضو عشان مركز اسنا، هي فتت العدس. ايوه خش عليا بالاصناف دي. فتت العدس دياتي بالعيش الشمسي الناشف، كويس، بيسقوه في العدس وجنبيه السلطه، هي بس دي بتعتبر ممكن يكون يعني مره، لازم في الاسبوع تكون مره في رمضان، طوال رمضان الشهر في الاربع اسابيع لازم في كل اسبوع مره فتت عيش شمسي يتكسر ويتحط عليه شوربه العدس، بس يكون يتحمص في الشم في الفرن الاول. يعني هو عيش شمسي ولكن يزداد تحميصا في الفرن. ايوه. وتحط عليه بعد كده الشوربه ويشربوه شوربه عدس. حط عليه الدقه والثوم والبصل وكده كزبره، دي بتعتبر يعني يعني في ناس بتطلبها بتطلبه يقول لك لا احنا النهارده لازم، ولو سمع ان برضه في جار عندي فاتت عدس يفكر يقول ايه ما تعملناش عدس ليه لمراته يعني كده. طب خلاص اعزموني بقى عندكم نيجي نجرب. تجرب يا باشا فاتت العدس دي، فاته حاجه جديده في الصعيد. طيب خلينا اسالك بقى حاجه باللوز دلوقتي. العيد برضو بيبقى دخلته كده لها حساب، يعني زي ما انتوا الحاج دلوقتي حماده بيقول قبل رمضان ب 15 يوم بيعملوا الشعريه، فاكيد العيد له حساب. اكيد. بيبتدي بقى استعداداتك للعيد من يوم كام؟ بيبتدي استعدادنا من بالعيد يعني من قبل من بعد يوم 15 لحد يوم 30. كويس. بتبقى اهل القرى وكل واحد في بيته بيبقى بيستقبله، بيجهز الكعكه بتاع العيد والبسكوت. كعك وبسكوت برضو. ده اساسي. طيب زي القاهره واسكندريه. بس احنا اللي عندنا ده بالدقيق البلدي والسمنه البلدي. اما اللي هنا ممكن يكون جاهز يا باشا يعني. وبنستقبله العيد بالفرح وبالمضمار. بس الاستعدادات انا قصدي الاستعدادات من نص رمضان، من بعد نص رمضان بتبقى تجهز كاستقبال العيد، استقبال بالفرحه. والاطفال والشوارع، وبتبقى في روحانيه
ان العيد داخل علينا. طيب احنا اتكلمنا في الروحانيات، ها في حته تاني، لا في استعداد تاني، واللي هو يشتري الجلابيه البلدي. الجلابيه البلدي دي اهم شيء برضه يشتريها. اه يعني لازم يخش رمضان بيشتريها، بيشتريها من اول رمضان. يشتري القماشه ويديها للخياط زي بتاعت زي اللي انا لابسها بالظبط كده، زي ديت. اه بيخش بيها كده قبل العيد، بيجهزها عند الخياط قبل العيد ولا قبل رمضان؟ لا قبل يعني بيبتدي من واحد رمضان، من واحد رمضان يجهز جلابيه العيد ويستلمها قبل العيد، ويستلمها قبل العيد عشان يخش بيها على فرحه العيد كده بالجلابيه البلدي. طب يخش بيها يزور الناس ولا يستقبل بيها الناس؟ هو يستقبل الناس في بيته، وبيخش على زياره قربه وجيرانه بجلابيه العيد. وجلابيه العيد لازم جلابيه العيد ديت، هو بيروح يصلي بيها العيد وهو راجع بيعدي على الناس كلها بالجلابيه الجديده. بالجلابيه الجديده لا ده يا ويلي كمان لما يكونش لابس الجلابيه الجديده. طب والشباب بقى برضه بيلبسوا جلابيه جديده ولا مش الشباب الصعيد ولا بنطلون جينز مقطع وبتاع؟ لا 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 مفيش الكلام ده، لا مفيش الكلام ده. كل شباب الصعيد كل شباب الصعيد هو طالب بنطلون وقميص، لما بيوصل البلد قبل ما يوصل البلد بيغير، هو في القطر او هو في الاتوبيس والله بيغير ويدخل يقول لك ادخل البلد بقميص وبنطلون. لا طبعا لازم يدخل بالجلابيه. انا سعيد والله العظيم اني بسمع الكلام ده. لا ده في ناس تراث ده يعني ما يضيعش. لا لا ده موجود لحد الان، ضباط يعني عندنا المستشارين الضباط اللواءات جميع القيادات في قرى الاقصر والمطاعنه واسنا تلقاها دايما بالجلابيه والتواضع العادي. طيب. وفي حاجه العمه كمان، الشاش العمه البيضاء. العمه البيضاء دي في ناس برضو بتبقى روحاناتها اكتر. طيب احنا اتكلمنا في الشكل واتكلمنا في الاكل واتكلمنا في الحاجات دي، عايزين نتكلم بقى في في استقبال شهر رمضان كشهر عباده. وانا عارف ان حضرتك ازهري ويعني ابن عم سعد بيه المطعاني، يعني احنا كلنا نقعد كده نتعلم منه، فعايزين نعرف من حضرتك بقى كيف تستقبل محافظه الاقصر شهر رمضان كشهر عباده؟ يعني وقت القران بيبقى امتى؟ هل الاطفال بيشتركوا في يعني اعداد او جلسات للتحفيظ او للقراءه؟ المراه يعني بتقوم بعبادتها ازاي في رمضان، ولا هي الست يعني منهكه فقط بس في تجهيز الاكل وتجهيز الكحك؟ عايزين نعرف منك كيف تستقبل الاقصر شهر رمضان المبارك كشهر عباده. الميزه في شهر رمضان روحانياته بتظهر في خروج النساء للصلاه، ودي او ظاهر ما بتحصلش غير في شهر رمضان. المراه تخرج لصلاه التراويح، تخرج لصلاه التراويح وصلاه القيام في المساجد، ودي ما بتحصلش الا في صلاه في شهر رمضان بس. والرجاله ما بتعرضش؟ لا ما بتعرضش. طب كويس. في شهر رمضان. جميل. دي خاصه بالنساء، اما الاطفال دي طبعا لا دي في رمضان وفي غير رمضان، بس في رمضان بتبقى ايه؟ تحفيظ القران بعد صلاه العصر، لان اصلا امام المسجد قاعد يعني يعتبر اليوم كله، لان هو امام المسجد اصلا من القريه، يعني بيته جنب المسجد، يعني بيصلي الخمس اوقات، سواء كان حتى لو ما كانش امام المسجد هو برضه نفسه ايه؟ بيصلي الخمس اوقات. كويس. الدرس بتاعه دايما بعد العصر يوميا. يوميا الدرس بتاعته بعد، طبعا صلاه القيام برضه في بيبقى فيه درس. تحفيظ القران ده مستمر طوال السنه، بس بيزيد في شهر رمضان. رمضان. طب بيبقى اكتر، بتبقى فيه مسابقات. انت اتكلمت عن موضوع مهم جدا، وانت راجل ازهري، وانا بحب اتكلم دايما في المسائل الدينيه ديت مع رجال الازهر او الناس اللي طالعه من الازهر. موضوع الدرس بتاعه ده موضوع مهم جدا. انا عايز اعرف من حضرتك ايه هي الدروس التي ينبغي ان يعطيها مشايخنا الكرام في القرى وفي النجوع، المشايخ البساط خالص اللي بيقابلوا ناس بسيطة، ايه هي اهم الدروس المفروض يكلموا الناس فيها اللي تفيدنا في حياتنا بشكل حقيقي، اللي ترجعنا تاني للإسلام الوسطي البعيد عن التطرف وبعيد عن الأفكار التكفيرية، اللي تنقى بينا عن النقاش وتضييع الوقت في قضايا جدلية لا تفيد ولا تنفع؟ يعني ايه هي اهم الدروس اللي المفروض اي شيخ النهارده يكون بيديها لشباب واهل القرى في مصر كلها؟ هو الامام لابد الاول يبدا طبعا خصوصا في القرى عشان بتبقى اسئلتهم كثيره وامور فقهيه، الامور الفقهيه بيبدا بالفقه، عشان بعض الناس طبعا في اللي ما بيعرفش الامور الفقهيه وبتبقى الاسئله دايما سؤاله عن ايه؟ انا حصل مني كذا، صليت كذا، توضيت كذا، عملت كذا، حلفت كذا، قلت كذا. دايما دي دايما بيعاني منها الامام في الاسئله او اسئلتهم كثيره. وفضائل الاعمال لازم يحسوا على ايه؟ على الاعمال ايه؟ اللي عشان يبقى فيه ايه؟ الناس طبعا ايه بتبقى الجيران والمقارب وزي كده، لما يحسسوا على الفضل بتاع معامله الجار، معامله القريب، امور الميراث طبعا عشان مش عندكم المواريث دي هيصه برضو. دي هي الامور ديت طبعا، عشان هو يوميا خلال ال 30 يوم بيدي دروس، بينوع في الدروس بتاعته، بتلاقي الناس ايه بتستمع
وبعد ما بيخلص الدرس برضه بتسأله، طب حصل مني كذا، حصل كذا، الحاجات دياتي طبعا يعني حصل في طفرة علمية ودينية في الأيام دياتي أكتر من قبل. طب وبالنسبة للزوايا والمساجد، مين اللي بيدي الدروس دي فيها؟ برضو إمام المسجد. أئمة. لأن هناك وزارة أصلا الأوقاف يعني. وزارة أنا قصدي معتمدين. ناس معتمدين وزارة الأوقاف هم. لأن على فكرة الأئمة في عندنا في الصعيد تختلف عن القاهرة. بتاع القاهرة ده مغترب. يا من المنوفية، من الشرقية، من بني سويف، أو حاجة زي كده. كويس. يعني مش عاوز أقول يعني، بيبقى برضو إيه غير بتاع البلد اللي عايش في البلد. وسطيكو. وعايش وسطينا. يعني لو ما صلاش العصر ولا المغرب هو مش موجود، ده ممكن ايه، انت كنت فين، ما كنتش ليه في العصر، بيبقى ايه يعني في الناس رقيبة عليه عشان من اهل البلد. بجانب يعني هو عارفينه، لانه لما يكون الامام من نفس المكان، يعني لو غاب يوم او غاب زي كده لظروف، بيكون في البديل اللي بيسد عنه. هو مجهز بديل طبعا. مجهز بديل. عشان كده الامور هناك كوزارة اوقاف مسيطرة على المساجد تماما، ما فيش حد بيصعد المنبر غير امام المسجد، ما حدش بيدي الدرس غير شعائر بديل مكانه، مقيم شعائر، مؤذن، وكله حافظ. يعني لو ما فيش الامام تلاقي مقيم الشعائر يسد عن الامام، ما فيش مقيم تلاقي برضه عامل المسجد، عامل حافظ قران. وعارف الامور ازاي يعالج الصلاه وزي كده، يعني بيصلي. لابد يكون من واحد من ايه، من الاوقاف، هو اللي ايه اللي احنا طبعا يعني مش عايزين نستخدم لفظ يسيطر، ولكن هو الموضوع محتاج رقابه. رقابه ليه؟ عشان الدين يعني متاح للجميع، ومن حق اي حد فينا يتكلم في الدين براحتك خالص، ولكن بعد اذنك قبل ما تتكلم يعني خلي معاك رخصه للكلام. صح. مش اي حد يتكلم في الدين، لان الموضوع ده موضوع حساس جدا. من حق اي حد يركب عربيه، بس من يعني لازما على والزاما على اي حد يركب عربيه يكون معاه رخصه. أكيد. كذلك الدين براحتك، اتكلم في الدين زي ما انت عايز، احصل على هذه الرخصه من الازهر الشريف وتفضل اتكلم في الدين زي ما انت عايز، بس يعني ارجوك بلاش تفتي، بلاش تخترع، بلاش تالف، بلاش تعتمد على اي كتب ولا على اي قنوات ولا على اي شرايط ولا على اي كتاب اشتريته من على الرصيف وطلعت قريته وطلعت تسمعه للناس. احذر احذر، فالكلمه انت هتحاسب عليها امام الله، وخصوصا الكلمه اللي مش لواحد. انت بترمي كلمه ل 100 واحد قاعدين بيسمعوا الدرس، بيطلعوا من عندك بينقلوها ويحرفوها لألف واحد تاني. المعلومه اللي انت بتقولها اذا وصل منها 70% يبقى انت كتر خيرك، انت محترم، بتطلع من اللي قاعدين عندك للي بعديهم بيتلعب فيها. فارجوك انت ما تبتديش بالفتي، يعني اذا ما كنتش انت متمكن ارجوك لا تمارس مهنه انك تخطب ولا انك تفتي. قيم الصلاه وكفايه، مش لازم يعني العامل بتاع المسجد او مقيم الشعائر يقيم الصلاه. تمام. مش لازم يفتي، نستنى الشيخ لحد ما يجي المعتمد. عايز ارجع تاني لشهر رمضان وجوه واجواءه في محافظه الاقصر. موضوع بقى الزينه عندكم، هل برضو يعني احنا زي ما انتم شايفين كده في ديكور الاستوديو ده شارع المعز في القاهره طبعا، من اشهر الشوارع، ودي الخياميه او القماش الخيمه اللي احنا مشهورين بيه في الوجه البحري. هل هو نفس الرسومات دي ونفس الديزاين ده في الاقصر، ولا مختلفه الرسومات بتاعتكم شويه؟ احنا عندنا الزينه الرمضانيه دي بنستقبلوها من اول الشهر. كويس. لان كل الشوارع بتبقى فيها الزينه الرمضانيه، والفانوس بتاع رمضان اهم شيء. كويس. كل شبه فانوسنا كده. اكيد. فهو بتبقى الفانوس عباره عن معمول بقفص وملفوف عليه السلوفان الاحمر، وفي اللمبه اللي جوه بيبقى منور في الشارع، بيبقى يديك روحانيه رمضان. كويس. وتبقى الزينه في جميع الشوارع. كل الناس متشاركه في الزينه دي، يعني تمشي في اي شارع في الصعيد تحس ان رمضان معاك، مش بالنهار بس، نهار وليل وفي اي كل وقت. يعني بس الزينه دي ما بتغيبش يعني. لا ما بتغيبش يعني، في دي لازم تقل خالص على فكره. لا احنا يعني سبت من النوادر لما تلاقي زينه في شارع. لا احنا سبت عندنا كل سنه في رمضان لازم نستقبل رمضان بالزينه بتاعته، لازم وبريحه رمضان، يعني تخش كده ان ابوك صبى علينا رمضان تلقى الشوارع كلها بقت فيها الزينه وفيها الفوانيس وفيها جميع الاطفال كلها، كل واحد عامل الزينه بتاعته قدام البيت بتاعه. طبعا اللي ربنا بيحبه. اقل تكلفه. ايه؟ اقل تكلفه. طبعا يعني هي مجرد طبيعي. لونب ويجيبوا حبل شريط سلك زي ما انا قلت لك، يعني القفص والسلك وحاجه كده بتبقى ايه الزينه زي الايه الزينه العاديه. يعني نفرح وننبسط وبالنسبه لموضوع الكهرباء لا نصرف في استخدام الكهرباء، استخدموا لمبات موفره. في حبال زينه دلوقتي بالليد، باللمد الليد، يعني هو اصلا الحبل ينور الشارع كله وتلاقيه شغال ب 12 فولت ولا حاجه، 12 وات، 30 وات، مش اكتر من كده. بلاش نصرف،
ونستخدم اللمبات العاديه ونسرق كهرباء من العواميد، لا زينوا رمضان زي ما انتوا عايزين. الكهرباء دي بتبقى من البيت يا باشا. يعني اتقوا الله. في رمضان في لمبات كتيره قوي، ليد ما بتستهلكش كهرباء نهائيا، اي حد يتبرع يحط الفيشه في البلكونه وفرحوا الناس وانبسطوا. ومش عايزين ننسى ابدا ان شهر رمضان شهر روحانيات. سعدت جدا بوجود حضراتكم، نورتونا. احنا اسعد بحضرتك. كل سنه وانتم طيبين، وسلامنا للاقصر واهل الاقصر. الله يبارك فيك. كان معايا الحاج ابو اللوز، بشكر وجودك. شكرا. وكان معايا الشيخ حماد المطعني من محافظه الاقصر. شكرا يا فندم. اعزائي المشاهدين كل عام وحضراتكم بخير. انا هودعكم دلوقتي، لكن برنامجنا لسه مستمر ولسه في فقره مهمه جدا هتستقبلوا فيها زميلتي العزيزه اسراء عادل باذن الله بعد هذا الفاصل. نلتقي مع اسراء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.